السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني الرسالة لهذا الناس اللي هم يتباكاو ضروا كالنساء. خاطر قلنا لكم، كنت نقول لكم في 2017 النص تاع 2017 كنت نقول لكم يا جماعة قبل لا يديروا الفوت ويربح زاتشي، كنت نقول لكم يا جماعة يا ودي حافظوا عليها كرجال خما تبكوا كالنساء. اليوم راكم تبكوا كالنساء. ها القجع حقرنا، ها موت سيبي ضربنا في الظهر. يا ودي موت سيبي دخلوا فيك في الظهر، ماشي ضربك في الظهر، موت سيبي نتايا. ها القجع حقرنا، ها فلان حقرنا، ها ايطو مشى باغي يجي، ها ايطو راه جاي، ها من تستاهلوا اليوم واش راه صاري. تستاهلوا نتوما اللي وصلتونا لهذا الطريق باش نقول لكم تستاهلوا. وزيد في 2019 قلنا لكم ودي سكتوا يا جماعه، خلوا الرجال تجي. خرجوا خرجتوا لنا جناديز قال لك لا ما عندنا ما نديروا، عندنا منا كانوا في القنوات يهضروا، ما عندنا عندنا اونترينير هو يدير كلش. الحمد لله يا ربي، هو راه يقصف، هو قصف، ما جاش قصف، جات قمنه وقعده وهضره وجاه، جات كلش خويا دراهم تصدام عامر. انتوما لا بغيتو تلعبوا بها، لعبتوا بها، اشوفي راهي هل يعلم. نقولها لكم واسمع مليح، اسمع مليح، اسمع 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 مليح، اسمع. هل يعلم هذ الاشخاص الذين شاركوا في المؤامره ضد الحاج محمد راوراوا، يعني ضد الجزائر، المؤامره يا ولاد ما عادش بغيت نخرج كاع من فمي. المؤامره درتوها في 2017، ماشي اليوم، ماشي اليوم. راكم كليتو الدراهم كملتوهم، راكم حصلين في المؤامرة، مصطلح تاع المؤامرة. المؤامرة درتوها نتوما في 2017، مسافتو فرنسا بكم فرنسا يا ولاد الحرام. هذه هي انهم كانوا وين هذه المؤامرة ضد الحاج محمد راوراوا والجزائر، انهم كانوا وسيلة في تنفيذ مخطط اوروبي خاصة من السياسيين الفرنسيين الذين انزعجوا كثيرا من قانون بهاماس الذي اعتبروه خطر كبير يهدد سياسة وحدة فرنسا. فبفضل سياسة السيد الحاج محمد راوراوا المتمثلة في إشراك وظهور جيل مميز من شباب ذو الأصول الجزائرية الذين تربوا ونشأوا خارج الجزائر، لكن تعلق هذا الجيل المغترب وحبه للجزائر أخلط كل ما بنته سياسة فرنسا منذ الاستقلال الجزائر في محاولة مسح تاريخ والمقاومات البلاد أجدادهم وتهيئتها لكي يصبح جيل فرنسي محب لفرنسا ولا تربطه أي علاقة بأرض الأجداد. فخرجوا الجزائريين مغتربين في جميع جزائريين مغتربين، جزائريين، جزائريين مغتربين، جزائريين ماشي كاع، باش ما نخلطوش الصافي مع الـ مع الـ مع الكرفه. هذه هي المغتربين بجميع مدن اوروبا حاملين رايه الشهداء مفتخرين بجزائريتهم. احسن دليل على ما نقوله مما جعل الفرنسيين يشبهون هذه الاحتفالات وكأنها في مدن جزائرية. فكان لابد من القضاء نهائيا على سياسة السيد الحاج محمد راوراوا وقانونه بإبعاده عن مصدر القرار في الهيئة الكروية المحلية والدولية والإفريقية كالكاف والفيفا. ومن هنا بدأت قصة المؤامرة التي نفذتها أيادي الغدر الجزائرية ضد الجزائر، جزائريين ضد الجزائر. الوحيد الذي دخل الفيفا وأحدث ثورة رياضية تحصد ثمارها الجزائر وعدة بلدان في إفريقيا والعالم. واليوم شاهدناكم رافدين أعلام تاع فرنسا وفرحانين مع فرنسا، يا اللي العار عليكم، هذا عار عليكم، هذا عار عليكم. انتوما ما عندكمش ذا مكاش، ما عندكمش رجال، معكمش رجال، بعينا ننبهوا فيكم. شو اليوم وين زادوا استغلوا اقصاء الجزائر لتشويه صورة الجزائر، وما شبعوش
يعني ميتشويه صورة الجزائر. زادوا راحوا حتى القطر وزادوا بهدلونا ورابدين اعلام الجزائر. مي كنا ناشدوا نقولوا لكم يا ودي اللي راه يرقص واللي راه اللي راه يهدر واللي راه برحمه الوالدين ما يديرش اعلام على الجزائر. اهدر حاجه مليحه على بلادك ولا ما تهدرش. شو اليوم وين وصلتوا؟ وين وصلتوا؟ يجي ذاك كيسموه واحد الباج هذاك تاع كمال مهوي يقول لهم في جنوب افريقيا والسنغال انسحبوا من تنظيم كاس افريقيا. يا ودي على بالنا ما تقولناش، احنا على بالنا بقاش تقولوا لنا، بقاش تقول هذو الصوالح ما تقولهم من الناس، هذو الصوالح ما تقولهم من الناس. خاطر كون نجمو نعاودوا نولوا لكم 2016 2017 واش درتوا؟ قادرين نعاودوا نولوا لكم؟ ام كاين كاع لي فيديو تاعكم كلش محضر، كلش محضر. يعني درت بوطونات خرجت تسمع ساكن ويهضروا. هادو زراري كاين، انا بزاف مساكين ناس صغار مساكين يقول لك انا ما نعقلش مليح الكوب دي موند 2014. يقول كنت صغير شويه، يقول كنت صغير تما. هادو نتوما اللي راكم نص هاد الشبيبه اللي راكم غاسلين لهم ريسانهم، داري لهم لافاج في الدماغات تاعهم. يعني باغيين تعيشوهم من 2019 وروح. وهذا خاطر، خاطش الجزائر بولادها والجزائر كبيرة. وين شاهدنا وين الجزائر كبيرة على كل واحد يا واحد يا اللي بطار. يمكن تجي تخرج تقولنا باللي هاو إلا راح هذاك بول هذاك المخنث هاو إلا راح مدرب شكون اللي نجيبوه فيه؟ لا نحبسو، نبلعو اللي يستعد بلع يا روح صاي نحبسو. كيما ذاك بوكل بعد خطا قال إلا راح المدرب نروحو كاع. يا ودي شكون غادي يروح؟ روح أنت وحدك، شكون بيروح معاك أنت؟ أنا ما تعرفوش كرة قدم، كرة قدم نتائج هي اللي تجيب الأنصار، هي اللي ترد الإعتبار وهي اللي ترد المناصر. يناصر يدخل للصطاد. كرة القدم تتعرف، كرة القدم نتائج، كرة القدم ما كاش نتائج وين المناصر يهجر المدرجات. المناصر يهجر المدرجات، كرة القدم نتائج. بغيتوا تردوا لنا كاع، بغيتوا أنتوما الناس تدخل تعبد بنادم وتعاود تخرج. وين وصلتوهم؟ شو وين وصلتو؟ وين راهم ذوك ذوك الجماهير اللي كانت اللي راحت الام درمان؟ وين راهم؟ راهم ساكتين هذوك يخرجوا يهضروا. هذوك انتوما تسكتوا ديروا النقاب، هذوك يخرجوا يهضروا اللي راحوا الام درمان. والله لا درتوا نقاب، ديروا نقاب. والله لا درتوا نقاب، تهضروا ديروا نقاب. يا بزاف وصلنا لمرحله وين غادي نولوا هذوك نولوا نطيحوا لكم باش تحشموا على روحكم تروحوا ولا ها صايك على بالك؟ صايك وصلنا راهي ديغري راهي تطلع ها صايك 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 سي بون. رانا رايحين فانيك نزيدو فانيك كانوا دايرين لكم. ومن بعد يقول لك لقجع حقرنا، لقجع حقرك، لقجع حق ويدقوا فيك شو يخرجوا لك من فمك لقجع. قليل واش راه داير فيكم لقجع؟ قليل قليل والله لا قليل قليل واش راه داير فيكم؟ خاطش نتوما صفقتوا عليه 2017. تبغوا نجيبو لكم لي فيديو تاعكم نجيبو لكم، تبغوا نجيبو لكم لي فيديو تاعكم نجيبو لكم. ابار كاين ذاك حرحاد هذاك اعلامي قال لكم، قال ذاك زين عامر قال له على راك فرحان، قال له راك فرحان، قال له القجع ما يخدمك؟ قال له القجع يخدم بلاده، قال له القجع غادي يخدم بلاده ما غاديش يخدمك. ونهار اللي صرات والحاجة خسر قلت لكم راكم فرحانين، قلت لكم ماشي الحاجة خسر، ماشي الحاجة خسر، قلت لكم اللي خسرت خسرت الجزائر. واليوم راكم شو اليوم؟ خاطش نفذتوا مخطط تاع بني كلبون يا كلاب. شو راني حشمان من الناس اللي يتشاهد فيا وما نتوما؟ شو كاين واحد الناس حرام ديني ثلاث، حرمة ديني ثلاث، من نغسلكم؟ ماكاش نغسلكم. رحموا على ناس كبار نهضروا معاهم نحشموا منهم ويقولوا لي راك مليح وقعد كيما هكاك مليح ما تبقاش طيح وما تبقاش. وما والله العظيم يا ودي نقول لكم كلمه ما تستاهلوش، ما تستاهلوش حتى بنادم. كرهتونا، كرهنا، انا واحد، انا واحد محب لبلادي، كرهت الرب، كرهتكم. ما وخروا روحوا، روحوا خلوا ربها كيما تمشي وحدها. روحوا قيلونا، روحوا ما درتوا والو، ما درتوا والو، حطمتوا كلش. روحوا قيلونا يا سيد الرئيس، دير اصلاح رياضي يا قلع كاع ربهم كاع قيسهم هذو كاع ما كاش هذو ما كاش فوق الارض.
قلع حلقي سمبا بزافة ساوش عطونا جام كومنتير وبارتاجونا الفيديو وان شاء الله معكم ديما بجديد واللي مشي ابوني يدخل ابوني معنا وربي يحفظكم خالتي.